بتلاقي انه المزارع او السكان دايما بيفكروا في مصلحتهم الآنية. فبتفتكر زي ما انت قلت يا دكتور وتفضلت انه المفروض تكون في قوانين رادعة وحاكمة، وما بتكون في قوانين رادعة وحاكمة الا تكون في رؤية مستقبلية بعيدة المدى لهذه المشاريع الاقتصادية. طيب، أول حاجة من 56 وحتى اللحظة اللي بنتكلم فيها الآن ما جات حكومة عندها رؤية إطلاقا، كويس، ولا عارفين هم دايرين يعملوا شنو. يعني يمكن زي ما ذكرت قبل كده إنه عبد الله حمد هو الشخص الوحيد اللي جاب رؤية، كويس، وكان من الممكن تستمر المسألة دي ونمشي لقدام، لكن ما في. فبالتالي المناهج الأكاديمية ذاتها ما فيها، في كل كليات الزراعة وفي كثير جدا من الدول الزراعية أو من الدول عامة في مادة اسمها الإرشاد Extension، الإرشاد الصناعي، الإرشاد الزراعي، الإرشاد البيئي، كل عندها إرشاد، الإرشاد الهندسي. الإرشاد دي مهمتهم شنو؟ دي اللي هم رسل، إذا كانت الدولة صناعية كويس أو إذا كانت زراعية او اذا كان اذا عاوز تعمل اي مشروع، اي وات ايفر المشروع ده، زراعي، صناعي، هندسي الى اخره، بتقوم بتختار للمنطقه دي، بتختار منطقه تعتبر بايونير، تعتبر منطقه رائده فيها درجه من الوعي، درجه من التعليم الى اخره، بتودي المرشدين بتاعنا دي الاثنين او ثلاثه. ديل عندهم اسلوب معين يفترض يدرسوا لهم، اللي هو انه كيف يدخلوا في المجتمع قبل ما يوروا انه هم جايين لشنو. اساسا جاي مبرمجين عندهم شغل معين درسه، هوم ورك، واجب منزلي يفترض يعمله، لكن عشان يعملوه اول حاجه لازم يدخلوا في القريه او في المنطقه اللي هم مش لها دي، ويشوفوا اثنين بايونيرز من يعني اثنين عندهم القياده متفهمين من الممكن. اذا قلنا مشروع زراعي مثلا داري يدخلوا نوع من الفاكهه جديد في المنطقه ده ما معروف،